التحية تتجدد مشاهدينا الأعزاء مستمعينا الأفاضل، بتجدد انطلاقاتنا وتحدياتنا في أرضية هذا الميدان ليسير شوط جديد من أشواط الخير والبركة، شوطنا 23 للصعوب، حيث انطلقت هذه الأسماء مباشرة أسير إلى المركز الأول إلى صدارة هذا الشوط، إلى ناصية سالم بن محمد بن سالم المقبالي من ياتي على مقدمة هذا الشوط، بينما المركز الثاني هنا انطلاقة المركز الثاني مع العبور سالم بن سعيد بن حسن الخاطري، والمركز الثالث انطلاقة المركز الثالث في هذه اللحظات من الغزيل لسهيل بن دودة بالأسود العامري، بينما المركز الرابع هناك دلمة الواصلة خلصة الواصلة هنا بشعار حمد بن سهيل بن خيرات العامري، ياتي مع المركز الرابع ويتجاوز مباشرة، بينما المركز الخامس هنا حور لسلطان بن عبيد بن حضر ضيب النعيمي، ولكن اعود الى المركز الاول، اعود الى خلصة اللي على الصدارة هناك مع المركز الاول بشعار حمد بن سهيل بن خيرات العامري، ولكن بدأت القوة، بدأت الإثارة، بدأت العبور هنا تعبر في هذه اللحظات بشعار سالم بن سعيد بن حسن الخاطر، يتجاوز هناك في هذه اللحظات الجميلة هنا بانطلاقة هذا الانطلاق المميز، ولكن خلصه اللي على الصدى
هناك على مقدمة هذا الشوط خالصة اللي على الصدارة واللي على مقدمة هذا الشوط حمد بسهيل بن خيرات بالدودة العامري يتقدم الأسماء يسير مع المركز الأول بينما المركز الثاني هنا العبور هنا سالم بن سعيد بن حصين الخاطري يأتي مع المركز الثاني المركز الثالث وصول وتحرك جميل من المارية دويس بن محمد بن مبارك الشامسي وتحركت هنا غزلان لسعيد بن حمد بن حميد الدرعي الوصول الآخر هنا من الضبي محمد وعوض الكيلة العامري ولكن أعود إلى خالصة أعود إلى المقدمة حمد بن سهيل بن خيرات هنا يسير مع المركز الأول مع المقدمة الأولى المركز الثاني هنا الماري دويس بن محمد بن مبارك الشامسي اللحظات الأخيرة ولكن خالصة على المركز الأول تهانينا والناموس لحمد بن سهيل بن خيرات بالدود العامري على هذا الفوز والانتصار المركز الثاني وصلت الماري دويس بن محمد بن مبارك الشامسي المركز الثالث كانت هناك غزلان لسعيد بن حمد بن حميد الدرعي المركز الرابع كانت هناك مع الضبي لمحمد بن عوض بالكيل العامري والمركز الخامس كانت مع المركز الخامس هي الواصلة مكارم لفيصل بن حمد بن مبارك الشامسي ولكن نعود ونهني مالك خالصة لحمد بن سهيل بن خيرات العامري على هذا الفوز والانتصار الجميل إذا تشاهدون هنا الإعادة وفي الإعادة إفادة هنا في هذه اللحظات الجميلة التوقيت الزمني دقيقتين 50 ثانية وجزء واحدة من الثانية تهانينا والناموس لمالك خالصة حمد بن سهيل بن خيرات العامري على هذا الفوز والانتصار وتسجل التوقيت الأفضل في هذه اللحظات المركز الثاني دقيقتين 50 ثانية أيضا توقيت المركز الأول بنفس توقيت هواجيس اللي كانت في الشوط الأول أيضا التوقيت الزمني على المركز الثاني كانت هناك أيضا واصلة هي المارية دويس بن محمد بن مبارك الشامسي هناك المركز الثالث دقيقتين 50 ثانية وتسعة أجزاء من الثانية كانت هي الحاضرة غزلان سعيد بن حمد بن حميد الدرعي تهانينا والناموس التواصل مستمر مشاهدين الأعزاء متابعين الكرام في انطلاقات